الكرسي مريحة، مستقيمي العمود الفقري أفضل. بعد التنفس اغماض العيون. قوة التخيل أو الانتباه على منطقة بين الحاجبين بفعل طاقة النور بالبصيرة الروحية ننقل هاي الطاقة النورانية للأسفل لمنطقة الأنف نشعر بالنور عم بيطهر هذا المكان بيعقموا بيخلصوا من الجراثيم والفيروسات بيفتح الأقفال والسدد نزل النور لمنطقة الفم بمجرد تركيز الفكر بمنطقة الفم نكون عم نعيد الصيغة الأولى لحليمات الذوق للإنسان الأول فينا عم نلطف اللسان نعقم الفم فلا ينطق اللسان عن الهوى بل يصبح نطقه بحبه هو ننزل بطاقة النور للعنق منطقة العنق هي منطقة ذات صلة بين العالم المادي والروحي العالم السفلي والعالم العلوي هي العنق منطقة احتباس طاقي وتصيبه أمراض كثيرة خصوصا بالغدة أي غضب أي حنق أي حقد حتى كثرة الكلام تخفض الطاقة بالمنطقة وتخلي العوامل الممرضة تسيطر يكون الشفاء من خلال تعقيم هاي المنطقة بطاقة النور الشافي تفتح مسارات الطاقة لتسري الحياة بين العالمين العلوي والسفلي في الإنسان الإنسان كون ما يحدث هنا يحدث أيضا في الكون الأكبر ما يحدث بداخلنا يحدث بواقعنا الشفاء الداخلي ينعكس على الشفاء الخارجي يبدأ الشفاء بتسليط طاقة نور على منطقة العنق بإزالة الحقد المتراكم الاستياء مشاعر الكراهية والغضب بمجرد تسليط النور على هاي المنطقة ناخذ شهيق عميق زفير نزل النور لدائرة القلب
الضغوط النفسية المتراكمة، الحزن، يزول بمجرد دخول طاقة النور لمنطقة القلب. يتحرر الإنسان من أقفال هي المكان. وشرحنا صدرك للإيمان، ننزل بدائرة النور لمنطقة البطن فوق السرة، بمجرد تسليط نور على هذه المنطقة بنلاحظ حبال من التعلقات وأفاعي الرغبات منتشرة عم تستنزف طاقتنا، طاقة الحياة بهي المكان. بتسليط النور اكتشفنا انه في عنا تعلقات وروابط عم بتخلينا مقيدين، مربوطين ورابطين غيرنا كعصفورين مربوطين بحبل، حريتهما بانفكاكهما عن بعض. في كثير روابط حبال طاقية نسلط طاقة النور منيح بالمكان، نقوي طاقة الضفيرة الشمسية بهذا المكان، هنلاحظ انه في روابط اساسية، وفي شخص كثير مؤثر علينا نستحضره بالخيال لأمامنا الآن من خلال هاي الرابط. خصوصا إذا في وفاة حديثي منغلفه بالنور، نعمل حواليه مظلة من النور ومنغلف أنفسنا بمظلة من النور، نسلم عليه ندعي له بالهداية والتوفيق بأن يلتف حول نوره المركزي حول قلبه. نعطيه محبة لا مشروطة لأننا نحبه، نريد أن نطلق سراحه. نتصور سكين بتقص من الأعلى للأسفل، قصينا الحبل الطاقي اللي رابطنا فيه، منودعه بسلام ليغادر بفرح حيث المشيئة الإلهية تتكفل به كطائر قد فتح له باب القفص فغرد بفرح
وبامتنان، ونحن ندعو له بالهداية والسلام. نرجع لأنفسنا ونأكد على طاقة النور أكثر، منجمع أكثر طاقة النور عشان تكون وسيلة قوة لمناعتنا، وسيلة حماية، وسيلة دفاع نفسي أمام مصائب الدهر، وسيلة خدمة للآخرين من خلال هاي الطاقة اللي محتفظين فيها، فلا تذهبوا عبثا. ناخذ شهيق زفير، منحس بعمود من النور محوري فينا من قمة الرأس لأسفل العمود الفقري، شفاف نقي ساطع أصبح. صرنا نقدر نلتف حول مركزيتنا الذاتية، حول محورنا النوراني، فنرتبط بمركزيات الكائنات الأعلى المرتبطة بمركزية الكائن الأسمى وكذلك باقي الخلق، كل له مركزية خاصة في محوره من قمة الرأس لأسفل العمود الفقري. بالشهيق عم نشحن نفوسنا بطاقة النور، بالزفير إرخاء للجسم، وبالشهيق أيضا بدأنا نسحب طاقة النور من الأسفل لترتفع بوعينا لقمة الرأس للأعلى، بالزفير تفيض من قمة الرأس مثل النهر مثل الشلال، عم تنزل طاقة نور لتنظف كل المقامات. شهيق للأعلى، زفير تطهير طاقة كمان، شهيق للأعلى، زفير شلال من النور عم يطهرنا ويخلصنا من المرض بكل المستويات. نشعر بجسمنا أكثر، ناخذ شهيق، نشعر بالوسط المحيط، نشعر بوجود أشخاص، بوجود أحداث، بوجود أصوات، عنا قوة مناعة داخلية، عنا قوة الشاهد والمراقب، منحس بكل شيء. أما في عنا مناعة ذاتية بتغذينا بالطاقة الحياتية، فلا نغضب ولا نستاء ولا نحزن. ناخذ شيق من جديد بهدوء، منفتح العيون شي بسيط، منشوف مجال الطاقة بين العالمين المادي والأثيري. شهيق كمان، منفتح العيون مع ابتسامة تعلو الوجوه، ابتسامة من قلالة قفا الرأس
للكتفين، للصدر، للبطن، لكل خلية. ونعيش الفرح. والسلام عليكم ورحمة الله.